احنا تعبنا كيف هي. مايل تل تكشف عن جرأة احلام. انا حتى الا مش معقول. فدوة عيونك فدوة 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 عيونك لو غدت روح مغلي. اي حدا بيتابع الستايلست مايل تل على الانستغرام بيشوف قديش اشتغلت مع اهم النجوم بالوطن العربي، لكن بنفس الوقت بننتبه للعلاقة والصداقة القوية اللي بتجمع بينها وبين احلام بالتحديد. هذا روحي هذا وهذا نتيجة تعاون استمر لسنوات بينهم، وكان بآخر ألبوم لأحلام فدوة عيونك. فدوة عيونك فدوة 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 عيونك لو غدت روح مغلي. فدوة عيونك هو كان تعاون ضخم كتير، عدنا يمكن شي شهر ما نمنا صراحة. يعني كيف نحن التيم اللي ما نمنا، كيف أحلام يلي عم لابسة وعاملة ميك اب وعاملة شعر ولبسة كعب وعم بتغني، يعني نحن تعبنا كيف هي. كانوا اللوكات بيطيروا العقل، بتحسي انه بكل لوك احلام بتطلع شخصية جديدة. انا حتى الا مش معقول. ولكن اول تعاون بيناتهم بيعود لسنوات كثير قبل فدوة عيونك. اول تعاون كان بيناتنا دعاية لدار الطيب. وقتها حكتني انجي، قالت لي عندي دعاية بباريس وبدك تلبسي احلام. وكان ولا مرة انا شايفتها ان بيرسون لاحلام. كنت موترة من التعرف، عرف لأنه تعرف إنه هي إنه شخصية كتير مهمة وصلنا زمان بالإندستري. it was a challenge for me حتى أقدر يعني لقي شيء in common بيني وبينها. فكنت ما بعرف شيء عنها. كنا عم نحكي على التليفون كل الوقت ونتفق على نفس الأشياء، بس كمان بتضلك موترة لأنه عم تعملي فستان لحدا منك شايفتي، حدا مش عم بيقيس. ف it was a big challenge. ضبينا الفساتين ورحنا أنا وأنجي على باريس على بيتها لأحلام واستقبلتنا، كنت أول مرة بشوفها. وما في شك إنه أول لقاء ما بيروح من بالها. كيف كان هاللقاء؟ كان كتير حلو. بحبها كتير لأحلام، يعني قد ما أقول بحبها أكتر. شو هالقلب الطيب، أنا وياها كتير أصحاب وكتير منتفق يعني بالفاشن اللي بتقوله أنا بقوله واللي أنا بقوله هي بتقوله. قاست الفساتين وعجبوها وهيك وقتها أنا قلت خي إنه كل هالشغل والتعب والستريس ما راح ديعان. وبصراحة كارلا أنا من أحلى الدعايات اللي عملتهم هي هاي الدعاية، كانت طالعة بتجنن عن جد، ملكة بكل معنى الكلمة. مشيتها بالفستان الجولد معريش، من أجمل اللقطات اللي أنا بفتخر أني عملتهم. ومن وقتها شفنا أحلام بستايلات وإطلالات كثيرة نسقتها مايل تل. ومن بين كل هالنجاحات مع بعض أكيد في تعاون مميز وخاص بالنسبة لها. The Voice كان أجمل تعاون بعمله أنا وأحلام، بعتبر انه ذا فويس كان زيرو غلط. هي طب تتدخل بالتفاصيل؟ اكيد اكيد، تعطي يعني رايها حبيت او لا، تعطي رايها ورايها بيكون بمحله صراحه. احلام كثير جريئه اكثر مني انا بهديها. طب في شي لوك واحد بهذا السيزون كثير حبيتيه، حسيتي انه هذا احلى لوك طلت فيه؟ بصراحه كلهم حلوين، ما في يقول في لوك احلى من الثاني، بس انا لإلي وهي كمان سألتها نفس السؤال وجاوبت جوابي. اللوك اللي أنا كتير بحبه وكتير قريب لقلبي اللي لبسه فيه فستان جولد كله فرنجز، كان كتير حلو. جولري كمية جمال.